عاد لا حياك الله خلاص بارك فيك مرحبا ومسهلا مرحبا بك تفضل ما عندك بشوت بلنتي يا تفضل 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 شوف تفضل انتوا اثنين احبكم واقدركم على المستوى الشخصي حلو لكن ما عندي لا موهبه ولا عندي اي شيء واذا ما تاهلت بصير علم ثاني واضح من الوقفه بالنسبه لي انا واضح خلص خلص انا بايد كل اللي تبيه مني ابشر اعطى اللي يبيه ولا راح اكنسل اسمه نعم ها انا دعسه بسيطه ايش رايك كذا كل اللي جان ترى عارف يسوون كذا لا لا بعضهم وليست بعضهم نعم انا استغفر الله بس بعضهم يمدحون يمدحون هم كلمهم واحد من قبل صح لكن وجهه نظر وش عندك انت يا عرفنا على اسمك كل شيء معك تركي بن غويزي اسم ونعم اسم مبهر تركب غويص ونعم ثقي في ذمتني ثقي اسم ثقل احس انه يشبه واحد يعني ياخذ حصانات جاهز البلنتي ياخذ جاهز. حصانات ياخذ حصانات حق حصانات شوت حق طيب. حصانات اي حق حصانات حق حصانات تفضل موهبتك يا تركي موهبتي اللي يقولون اللي في الوسط اللي حولك البيئه اللي حولك يحبون يقولون انت شاعر لا يحبون صوتي يحبون صوتك الله الله مغرر بهم مثل البقية لكن عطنا يمكن انت بنفسك وتنسى الكلام الأول يا أبو حسين اتفضل يا الله اللي تعب نسني في هواه عامل نفسه ما يعرفناش بعد العمر ده كله معاه سبنا وقال راجع ولا جاش اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش بعد العمر ده كله معاه فتنا وقال راجع ولا جاش اهو دلوقتي لما بقابله عيني في عينه ما نزلهاش حتى ازيك مستخسرها مستكترها ما بيقولهاش اللي بحبه ضيع قلبي ضيع قلبي ورحت بلاه ضيع قلبي ورحت بلاه سلامتكم امشي بقى امشي المقطع يا الوصلة اللي سواها اقسم بالله والله من الامور اللي سبحان الله لكن نحن في اخر الزمان نحن في اخر الزمان اللجنه نحن في اخر الزمان بذمتي نحن في اخر الزمان الله يحييك استاذ تركي انت ما انت ما قلت ان عمرك كم هو؟ العمر ما اذكر العمر خل عجب يا اخي دخل العمر الله العمر خل عجب وانت بالاسئلتك طيب لحظه انا بناخذ راي الجمهور قبل تقييم من اللجنه عن اذنك تفضل استاذ الو السلام عليكم تفضل الو السلام عليكم بتشوت تفضل الو السلام عليكم الو السلام عليكم هلا وعليكم السلام صباح الخير يا اختي حياك الله من وين يا اختي اسم الكريمه من وين من القنفذه من القنفذه من القنفذه طيب الله يحييكم يا اهل القنفذه اهل جازان بشكل عام مرحبا بكم اختنا شفتي اداء المتسابق تركي وش رايك كاين في ادائه ما شاء الله تركي غني عن التعريف له كاريزما خاصه عن الشباب كلهم وباذن الله احد المراكز على اي اساس قلتي راح يحقق مراكز ما شاء الله شخص ملتزم جدا يعني ويعطي الفقرات حقها والصلوات ونتمنى له التوفيق وانا والله من جمهوره ومن جمهور المحيط الهادي اللي باذن الله اللي جمهور المحيط الهادي يعني مكتسح لا لا, لا 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 تدخلين شخص ثاني يا اختي احنا نتكلم عن تركي مبدع تركي ما يحتاج الله يعطيك العافيه ايش رايك شكرا شكرا لك يا اختي الله يعطيك العافيه الجمهور متابع بيضربك الجمهور متابع الجمهور متابع بدون فلتر اسمع بيض الله وجهك ابيض هلا ابو حسام قسم بالله وصله انت ما سمعت راينا انت ما سمعت راينا تركي انت ما سمعت راينا انا اقبلك انا اقبل حي عينك انا اقبلك كفو علي مخلد ها ما قبلناك لا لا انا قبلناك 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 ارجع تفضل